موضوع الإدمان، وزي ما احنا اتكلمنا تعرض المجموعة دي من الناس لظروف قاسية يمكن عرضتهم ليه انهم يروحوا للإدمان. خلينا نتكلم أكتر عن الموضوع مع الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. بنرحب بيك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. ويعني احنا بنحاول كل فترة، ومش مش وقت معين، دايما بنلقي الضوء ونعيد النظر ونفكر الناس ان احنا بنساعدهم، موجود مكان محترم بيحافظ على سرية أي حد بيحاول يتخلص من الإدمان. من الحاجات المحترمة جدا لسه قايلينها في الخبر وجود جزء كبير من موظفي الدولة اللي بيحاولوا أنهم يقلعوا عن الإدمان بأي شكل من أشكاله، حتى لو جزء بسيط من أنواع الإدمان. يعني مجهود كبير من برامج الوقاية من الإدمان والتعاطي، لو حضرتك تكلمنا عن الفترة ورقم الكبير اللي احنا قلناه برضو في خلال بس 2021 رقم وصل ل 61,000، يعني لو توضح لنا أكتر معلومات عن هذا الموضوع. فعلا زي ما حضرتك تفضلت، بناء على توجيهات معالي الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن، والآلية أو الاستراتيجية العملية اللي فيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واللي أطلقها مؤخرا أمام فخامة رئيس الدولة، حبينا إن احنا نقدم تقرير كده نصف سنوي أمام حضراتكم علشان الناس تكون فاهمة وعارفة احنا قد إيه اشتغلنا على اتجاهين اتنين. الاتجاه الاول الاتجاه الوقايه، والاتجاه الثاني هو الاتجاه العلاجي. الوقايه بدانا فيها بحملات مكثفه شديده جدا. اخر تلك الحملات كانت حمله انتقام من المخدرات، وكانت في مبادره اسمها سكه السلام. سكه السلام الحقيقه من اهم المبادرات اللي بتستهدف المواطنين في مترو الانفاق والسكه الحديد، وكمان السواقين على الطرق السريعه. دي اللي هي المبادرة بتاعت سكة السلامة اللي هي موجودة في المترو في الطرق في أيوة ده صحيح يا فندم. والحقيقة إن إحنا خلال الفترة اللي فاتت لقينا تجاوب رائع جدا من السادة المواطنين، قاعدين بيفهموا أو عاوزين يفهموا ويستفسروا عن الآثار وعن الأضرار، وإزاي نقدر نتواصل معاكم، وإزاي كمان نقدر نتواصل مع الخط الساخن ونقدم العلاج لأولادنا اللي وقعوا في هذه المشكلة. ابتدينا كمان نكثف من الحملات خلال شهر رمضان الأخير، وأطلقنا حملة إعلانية مكبرة. عاوز أقول لحضرتك شاهد الحملة دي أكثر من 40 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حققت أكثر من 400 اتصال يومي على أو زيادة نسبة الاتصال بنسبة 400% على الخط الساخن، وده أدى إلى أن الرقم اللي سيادتك عرضته النهاردة اللي هو أكثر من 63,000 دول مرضى تقدموا للعلاج عندنا من خلال 27 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظة. طيب دكتور إبراهيم، يعني من المواضيع الهامة جدا، وإحنا دايما بنحاول بنقول من البداية بيبقى في خط ساخن وناس بتوصل، بس عشان خلينا نبدأ ما ينتهي إليه البرنامج وبعدين نبدأ نرجع واحدة واحدة. فكرة اللي احنا قلناها مثلا الناس اللي بتنتقل من العشوائيات وبتروح لأماكن جديدة بيبقوا عايزين حياة مختلفة، حياة كريمة، دمج مجتمعي، وده دور برضو بيقوم به صندوق وبرامج الوقاية بتقوم انه بتأهل المقلع عن الإدمان انه يقدر يعيش ويتعايش بعد التخلص من العادة دي. ده صحيح يا فندم. ده برنامج علاج زي ما حضرتك فضلت كده بالضبط في عجلة سريعة، هو ده الفعل اللي احنا بنقدمه للمريض اللي بيجينا. هو بيدخل معانا بيعيش جوه أسرة كبيرة جدا، بيبتدي ان هو نعمل له تأهيل نفسي وتأهيل اجتماعي، بعد كده بنعمل له دمج مجتمعي. عندنا برامج كثيره جدا بنقدمها من خلال مبادره بدايه جديده علشان نقدر نخليه يرجع للمجتمع بشكل افضل واحسن. ده قوي جدا بيننا وبين بنك ناصر الاجتماعي علشان خاطر نقدم لهم قروض ميسره لمن تعافوا من الادمان بشكل قوي، وقدموا في او كانوا مشاركين في البرنامج العلاجي بشكل محترم جدا. قدرنا ان احنا نقدم قروض باكثر من 4 مليون جنيه، والحقيقه ان الولاد كان فيهم استجابه قويه جدا، بداوا ان هم يسددوا القروض بتاعتهم بشكل منتظم، وبداوا ان كمان في بعض المشاريع عملت استكمالات، واحنا كمان في طريقنا في هذا الامر. كمان احنا بندرب ولادنا المتعافين على بالتعاون مع وزاره الصناعه في المراكز التدريبيه المختلفه، يعني انا النهارده خدته وابتدى ان هو يتعايش معايا، ابتديت ان انا اعلمه نجاره وسباكه وحداده وتكييفات، وببتدي ان انا اتواصل مع المختصين في هذا الامر في الدوله علشان يديهم دورات تدريبيه مكثفه، وبالتالي انا باهله لسوق العمل، وبالتالي انا بعمل له دمج مجتمعي بشكل لائق وبشكل يمثل حياه كريمه. من الحاجات برضو يا دكتور اللي بتيجي على ذهن الناس فكره دراسه الحالات اللي بتيجي، الديموغرافيه بتاعتها سواء السن النوع،
الحالة الاجتماعية، هل من خلال دراساتكم ومن خلال دراسة بعد استقبال كل الحالات ومراجعتها، هل مثلا اكتشفتوا ان مثلا سن معين الذكور اكتر من الاناث، الحالة الاجتماعية مثلا الايتام او المنفصلين اللي عندهم حالات يعني اجتماعية، يعني لو لمحة عن فكرة دراسة ديموغرافية اللي بيتلقى العلاج او بيحاول يتعافى من الادمان؟ الحقيقة ان ده سؤال رائع بجد، انا بشكر حضرتك عليه. احنا يعني سعادتك لما اطلقت الرقم 63 الف مواطن تقدموا للعلاج، احنا في ال 63 دول بندرس بالفعل زي ما حضرتك تفضلت كده الديموغرافية بتاعه المرضى دول، بنبتدي ان احنا نبص على الخصائص الاجتماعيه، على الخصائص البيئيه، على الخصائص الاقتصاديه. فقد حضرتك لمحه سريعه، فعلا سن التعاطي بيتركز او بينحصر في سن من 15 سنه الى 40 سنه. عندنا الذكور طبعا هم اعلى من الاناث، ورغم ان احنا عملنا اعلان في شهر رمضان كان موجه للشباب وللفتيات، الا ان ناس زادت نسبه الاقبال من الفتيات على طلب العلاج بنسبه 9% بسبب هذا الاعلان، وده كان شيء رائع جدا. كمان عندنا الحاله الاقتصاديه مش بتمثل بشكل قوي جدا قدامنا، لان كل او اغلب الفئات المجتمع وقع في دايره الادمان والمخدرات او التعاطي، وبالتالي ما عادش زي الاول ده الفقراء هم اللي بيقعوا، لا ده الاغنياء هم اللي واقعين، ولكن لا هي بتصيب كل فئات المجتمع بكل طبقاته. ايضا عندنا ما بين الريف والحضر، طبعا عندنا الحضر هو اوسع انتشارا، ورغم ذلك احنا معالي الوزيره شددت على ان احنا نكون متواجدين بمبادره مهمه جدا داخل القرى اسمها مبادره قريه بلا ادمان، علشان نقدر ان احنا نوعي اولادنا واطفالنا وابنائنا من مشكله الوقوع في مشكله التعاطي وادمان المواد المخدره. الجزء الهام ده حضرتك بتقوله، فكره الوقايه خير من العلاج، فكره ان يبقى في برامج بتم يعني بتدي نصايح لسواء اطفال كبار. النقطة الهامة برضو فكرة ان انا ادي تثقيف للاب والام انهم يبقوا عارفين الملامح، ان انا بداية ابني للادمان، الحاجات اللي زي دي، والجهات اللي بتتعاونوا معاها في وزارة التضامن طبعا يعني كجزء اصيل ليها، لكن ايه ممكن الجهات اللي ممكن تتابعوا معاها، فكرة ازاي اوصل لعدد اكبر من الاسر، الحملات الاعلانية والاعلامية اللي بتكون موجودة عشان يبقى في وعي للاب والام يقدروا يكتشفوا ده بدري. الحقيقة برضو سيادتك يعني طرحت حاجة مهمة جدا. احنا بالفعل عندنا بداءا من شهر 5 الماضي ومستمر لحد شهر 9 عندنا برنامجين اتنين. البرنامج الاولاني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والحقيقة ان هم شركاء رائعين جدا معانا في تنفيذ حملاتنا الوقائية والعلاجية. ابتدينا ان احنا ندخل اكثر حتى الان اكثر من 555 مركز شباب، اكثر من 35 نادي من الانديه الكبيره اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. ابتدينا ان احنا نكثف حملاتنا من خلال مبادره اختيارك، والمبادره دي بتتكلم مع الاسره، مع الاب والام، بنعرفهم ايه هي العلامات وايه اللي ازاي يقدر يكتشف او يكون عنده اكتشاف مبكر للحالات، وازاي يقدر كمان يتعامل مع الحالات المرضيه اللي ممكن يكون واقع فيها. ايضا عندنا مبادره ثانيه مهمه جدا، وبالحقيقه ان احنا بالتعاون مع الساده المحافظين في بعض المحافظات قدرنا ان احنا نكون متواجدين مع الساده المصطفين في المناطق السياحيه او الساحليه، وبالتالي الاسر كلها بالكامل بتبقى موجوده في الوقت ده. قدرنا ان احنا نعمل مبادرات مكثفه، بنتعامل مع الاسره كلها كاب وام، بنتعامل مع الاطفال، بنتعامل مع الشباب. الحقيقه ان كان فيها نوع من التفاعل والتجاوب بشكل قوي جدا جدا خلال تلك الحملات، وما زلنا مستمرين لحد شهر 9 ان شاء الله باذن الله. كمان في حمله اتفضل في حمله من الحملات الرائعه والمهمه جدا اللي احنا بنشتغل بيها في المصالح الحكوميه، علشان نعرف الموظفين داخل المصالح الحكوميه باليات الكشف المبكر عن المخدرات وقانون الكشف المبكر عن المخدرات، وازاي يقدر ان هو والرقم الكبير يا دكتور اللي قلتوه 6000 موظف انهم اتقدموا، دي حاجه ممتازه جداً خلال شهرين. احنا طبعا بندعم ده، وان شاء الله باذن الله نكون موجودين معاكم، وهنفضل نسلط الضوء ونعيد على الناس ان شاء الله نقدر نتخلص من عمليات الادمان لكل الناس. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عسكر، مدير برامج الوقايه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. ده كان جزء هام وفقره مهمه جدا.